Visita! قررت محكمة جنائية في اسطنبول مساء الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة 35 شخصا من مشجع فريق نادي بشكتاش لدرجة الأولى بتهمة محاولة القيام بانقلاب ضد حكومة رجب طيب أردوغان الإسلامية المحافظة خلال مظاهرات احتجاجية نظمت العام الماضي. وقالت المحكمة إنها قررت تأجيل المحاكمة للثاني من أبريل نيسان القادم وإبقاء المتهمين تحت رقبة القضائية. ويطالب الإدعاء العام بالسجن المؤبد لجميع المتهمين وهم من مشجعي فريق بشكتاش لكرة القدم في اسطنبول. وتاتي هذه المحاكمه بعد يومين من مواجهه تركيا انتقادات دوليه على خلفيه توقيف الشرطه لاعلاميين بارزين